نرجع تاني نجاوب بقى على السؤال اللي انا سألته لحضرتك، انه ازاي العامل يقدر يضمن شروط معينة في عقد العمل؟ تمام، زي ما اتفقنا احنا قلنا ان العامل هو الاقوى في العلاقه بين في العقد ده، والعقد ده زي اي عقد، عقد شريعه المتعاقدين، يجوز نتفق فيه على اي حاجه. ولكن القانون هنا كان في صف العامل، قال ايه؟ لو العامل هنا العقد اللي بيني وبينه، بين صاحب العمل وبين العامل، العقد ده تجاوز حقوق العامل اللي مقرها، اللي القانون اقرها، لا يعتد بها. اللي هي ايه بقى؟ اي حقوق. يعني مثلا، يعني مثال، ان مثلا اتفق معاه ان من حقي انزل له الاجره في اي وقت. لا، المفروض العامل ما ينزلوش اجرته، ما تقلش. انا اتفاق يعني على، لا، ما هو الاتفاق الاصل العام، الاصل العام ايه؟ ان العقد شريعة المتعاقدين، انا اتفق مع سعادتك على اي عقد يمشي. لكن هنا بنقول ايه؟ اذا كان العقد عمل، عقد العمل يعني خصص اصلا لمصلحه العامل. فاذا العامل النهارده مضى وهو تحت تاثير انه عايز يشتغل، فمضى اي حق. اذا كان هذا العقد مخالف للحقوق اللي قالها له القانون كلها او قلل له منها، لا يسري هذا الاتفاق. فاذا العامل حتى لو مضى على عقد، هو هذا العقد مبالغ فيه او مجاوز لأنه فيه، لانه مخالف لقانون العمل الرئيسي، مخالف لقانون العمل. تعال بقى اوريك حاجه تاني اظرف. عارف مثلا لو العامل خد حق اكتر من اللي قاله له القانون، يعني مثلا القانون قال ايه؟ اديك يوم اجازه في الاسبوع. تمام. اديك كل 7 ايام يوم اجازه في الاسبوع. اتفقنا في عقدنا انا هاخد 3 ايام. طب ما هو مخالف للقانون. لا، مخالف. لا، القانون قال لك لو المخالفه في العقد اللي بيني لصالح وبينك العامل، لصالح العامل، المخالفه دي تمشي. حلو قوي القانون ده. ما بيطبقش كده. لا يعني بيطبق، هيطبق يعني في شركات بتطبق. فشوف القانون زي ما بقول لك في اول كلامي ايه، القانون اصلا معمول لحمايه العامل. لانه العامل الطرف الاضعف. وان كان انا شايف ان برضو القانون ده ادى الى وجود عماله مش مدربه، عماله مش قويه. ليه؟ لان العامل برضو ايه، في ظل القانون ده ريح شويه، ما بقاش حد قوي. مش عايزين نظلم كل العماله، ولكن بنقول لا، القانون في مصلحه العامل.